السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حضرتنا عن التقييم النقدي للدراسات البحثية. مثل ما تعلمنا بخطوات الطب المسند في الدليل، عندنا 5 خطوات. الخطوة الأولى تشكيل السؤال البحثي اللي عم نبحث عنه نحن، وتعلمنا شلون نشكل السؤال البحثي بأداة البيكو. بعدين نروح نبحث عن السؤال البحثي من خلال يعني محركات البحث الجوجل، الباب ميد أو مكتبة كوكرين إلى آخره، وجميع محركات البحث الأخرى. هلأ طلعت عنا المراجع، طلعت عنا المقالات، الأدلة، بدنا نقيم هذا الدليل اللي حصلنا عليه، وهذا هو محور محاضرتنا لهذا اليوم. بعد ما نقيم الدليل بشكل جيد وعرفنا أنه هو يعني دليل جيد أو حتى دليل مو جيد، يعني إذا دليل جيد ممكن نطبقه على مرضاتنا، إذا دليل مو جيد ممكن لا ما نطبقه. فالخطوة اللي بعدها هو تطبيق الدليل على المريض، وبعدين بنقيم بشكل نهائي تطبيق هذا الدليل على مريضنا. إذا اليوم راح نتعرف على تقييم الدليل اللي تم الحصول عليه. التقييم النقدي للدراسات البحثية يجب أن يجيب على الأسئلة التالية. السؤال الأول هو هل النتائج صالحة، فعلا صالحة ويعني قابلة للتطبيق على مريضي ومشكلتي؟ هل النتائج هي مهمة سريريا، جديرة بالثقة، أو مريضي مختلف عن يعني المرضى المذكورين بالدراسة بشكل كبير، غير منطبقة عليه؟ ففي خطوات لتقييم ونقد الأبحاث الطبية، إن 4 خطوات رئيسية تبدأ بتقييم صلة هذا البحث الطبي في الشيء في السؤال اللي أنا عم ببحث عنه. الخطوة الثانية هي تقييم موثوقية البحث. الخطوة الثالثة تقييم نتائج البحث ودلالاته. والخطوة الرابعة إمكانية تطبيق نتائج هذا البحث على مرضاتي. إذا الخطوة الأولى في التقييم النقدي للأبحاث الطبية هو تقييم الصلة. فتقييم الصلة بيعني مدى تعلق البحث اللي وجدته بالموضوع أو السؤال اللي عم نبحث عنه. معناتها لازم نشوف هذا البحث مطابق للسؤال اللي أنا ببحث عنه. بشكل بسيط بنشوفه بإما عنوان دراسة أو بالأبستراكت. الأبستراكت هو الملخص. فعنوان الدراسة أحيانا بيكون واضح وصريح، ومن خلال قراءة هذا العنوان نعرف أنه فعلا هذا بيجاوبني على سؤالي. أو أحياناً إذا ما لقينا العنوان واضح ممكن نقرأ ملخص هذه الدراسة، يكون هي عبارة عن 10 أسطر أو 2000 يعني كلمة تقريباً، وموجودة بشكل عادة. الملخصات بتكون موجودة بشكل مجاني، حتى لو كانت المقالة الأصلية موجودة غير مجانية فالملخص بيكون مجاني. فإحنا نأخذ مثال، مثلاً أنت رغبت بالبحث عن يعني دور الجراحة في النصف الدماغي. عادة النصف الدماغي ما هو في له يعني استطباب جراحي إلا في حالات خاصة. فلقيت بحث بيوصف نتائج الجراحة العصبية بالتنظير الداخلي. طبعاً المشفى أنت اللي بتشتغل فيه ما فيه منظار داخلي، وما في ولا مشفى بيحسن بيعمل جراحة بالمنظار الداخلي للنصف الدماغي. في هالحالة أنت هاي الدراسة معناتها ما لها صلة ببحثك اللي أنت يعني بسؤالك البحث اللي بتسأل عنه. ممكن يكون من خلال العنوان عرفته، أحيانا تحتاج للخلاصة تقرأ بعض المعلومات، وإذا ما لقيته ما بيناسبك فبتنتقل للبحث عن دراسات أخرى. الخطوة الثانية هي أهم عناصر التقييم، هي تقييم الموثوقية ومصداقية هذا البحث. المصداقية يعني بتنقسم صراحة للصلاحية الداخلية والخارجية. الصلاحية الداخلية يعني خلو الدراسة من أي انحياز، هون ما عم نحكي على النتائج، عم نحكي على طريقة الدراسة. الصلاحية الخارجية أنه نستطيع تعميمها هي الدراسة وتطبيقها على المرضى خارج الدراسة. نقيم الموثوقية أو مصداقية أي بحث في 3 تساؤلات لازم نشتغل عليها، وهي يعني تتلخص بكلمة أنه نبدأ البحث بشكل جيد ونسير بشكل جيد وننتهي بشكل جيد. إذا كان البحث اللي نحن وجدناه في الدليل العلمي بدأوا فيه الباحثين بشكل جيد، ثم ساروا مع التجربة بشكل جيد وانتهوا بشكل جيد، start well, run well and finish well،
فهي دراسة تكون ذات موثوقية جيدة. طبعا البدء يعني ممكن نسأل نفسنا، هل استعمل المشرفين مجموعات متوازنة؟ هل المسير، هل تم المحافظة على التوازن حتى نهاية التجربة ما في تشويش؟ النهاية، هل انتهت الدراسة بشكل جيد؟ تم متابعة المرضى بشكل جيد؟ قيمت نتائجهم بشكل جيد؟ تحليل كان سليم وصحيح. طبعا الموثوقين تحرر عنها في قسم الميسودز، إذا بتتذكروا الصلة تحررين عليها بالعنوان أو بالملخص، أما الموثوقين تحرر عنها بقسم الطرائق الميسودز. شو بنعمل الموثوقين؟ أول شيء البدء، نتأكد هل بدأ الباحثون بمجموعات متوازنة. بيتم تقييم مدى مصداقية البدء طبعا البحث من خلال مناقشة القضايا التالية. أول شيء، هل الجمهرة ممثلة جيدا؟ فبداية مثلا الطرائق بيقول لك تم إجراء البحث على مثلا 2000 مريض، فهل 2000 مريض ممثلين فعلا لجمهور هاي المرض؟ يعني بمعنى آخر مثلا مرضى السكر، إذا أن مرضى السكر، مرض السكر منتشر جدا في بلادنا، فبالتالي إذا أنت عملت عينة صغيرة ما في مشكلة، لكن إذا رحت مثلا مرض مثلا متلازمة نادرة مثل متلازمة كارتاجنر، رحت عملت دراسة عن مريضين، هي ما بتصير دراسة، فبدك عدد أكبر. فحسب يعني المرض وشيوعه بتحدد نوع الجمهرة. فأنت من خلال النظر للجمهرة، مثلا إذا بتتذكروا مرضى الكورونا، فصار في أعداد كبيرة من الكورونا، ما في مشكلة واحد بيعمل دراسة على أعداد قليلة. من خلال دراسة مدى المصداقية البدء البحث، من خلال يعني المناقشة، هل تم اختيار العينة بشكل عشوائي بين مجموعتي الشاهد والحالة؟ هل تم إجراء التعمية أثناء توزيع العلاج أو مثلاً أحياناً العلاج أو التداخل على مجموعتي المقارنة بشكل عشوائي مشان نشوف أي انحياز؟ وهل تم مقارنة الخواص القاعدية للمجموعات المقارنة؟ يعني هذا كثير مهم، دائماً ببداية يعني الأبحاث بيحطوا لكم يعني مو نتائج دراسة، لكن بيحطوا لك مجموعات مقارنة بين المجموعة الأساسية اللي انعطت الدواء أو مجموعة الحالة والمجموعة الشاهد اللي ما بتنعطى الدواء، من خلال العمر، الجنس، الأمراض المرافقة، إلى آخره، يعني صفات كثيرة لازم تكون يعني في مقارنة، ويكونوا يعني نشوف إنه ما في اختلافات، ما يكون مثلا حاطين هن مجموعة الشاهد مثلا كلهم أعمارهم صغيرة، مجموعة الحالة كلهم أعمارهم كبيرة، أو مجموعة الشاهد كلهم إناث، مجموعة الحالة كلهم ذكور. إذا لازم يكون في توازن بالخواص القاعدية، لأنه إذا كانت غير متشابهة راح نشوفها إنه بتأثر بالنهاية على نتيجة الدراسة. فهي شغلة مهمة إنه نطلع عليها، ممكن إذا ما طلعنا عليها ممكن تأثر نتائج الدراسة بشكل كبير. الخطوة التالية بتقييم المصداقية والموثوقية هي السير، هل تم المحافظة على التوازن اللي بدأناه بشكل رئيسي حتى نهاية البحث؟ من خلال القضايا التالية، مثلا هل تم معاملة المرضى في مجموعتين بالمثل؟ ففي بعض الأحيان يعني بنلاقي إنه الباحث اهتم في مجموعة اللي بيعطيهم الأدوية أكثر من مجموعة اللي ما في الشاهد، أو أحيانا بيعمل لهم يعني مداخلات أخرى بيعطيهم أدوية أخرى. هل حصل أي تلوث بين المجموعتين؟ هون التلوث ما مقصود فيه التلوث البيئي أو التلوث اللي بنعرفه بمعنى النظافة، لكن هون التلوث هو تلوث التعابر اللي بيحصل بين المجموعات. مثلا إذا مجموعة الشاهد مثلا اللي نحن العادة ما بنعطيها الدواء وما بنعمل عليها التداخل، خضعت لجزء من المداخلة اللي بيخضعوا إلى مجموعة الحالة الأخرى، أو أحيانا بالعكس، فهذا بصير تعابر أو تلوث بين المجموعات. نتأكد هل التزم المرضى بالتعليمات؟ والله الدواء مثلا بتاخذ لعشرين يوم، كل المرضى أخذوا الدواء لعشرين يوم ولا عشرة أيام ولا إيش؟ فهذا الشيء بيأثر على نتائج الدراسة. هل هناك أي عوامل مربكة؟ ما في مشكلة إنه يكون في دراسة عوامل مربكة، لكن هل تم إشارة إلى ضمن الدراسة هاي العوامل المربكة؟ يعني قال لك إنه تم الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل المربكة. كل ما كثرت العوامل المربكة بتكون دراسة أضعف. كمان هل كانت النتائج غير متحيزة؟ مثلاً هل تم تطبيق التعمية بشكل يعني على بشكل جيد على الأشخاص المسؤولين عن تحري النتائج؟ نكشف أي انحياز خلال طريقة الدراسة. الخطوة الثالثة هو إنهاء البحث، هل انتهت الدراسة بشكل جيد؟ بتم تقييمها من خلال مناقشة وتقييم القضايا التالية، هل كانت متابعة المرضى بشكل كافي؟ المقبول هو أنه نفقد التواصل يعني مع 20% من المرضى
لدخلوا في الدراسة. طبعا الأفضل ما نفقد كثير 5%، هذا الأفضل أقل من 5%، ولما بيكون الفقد أكثر من 20% هذا بتعتبر دراسة ضعيفة وانحيازها فيها كبير وبشكك بموثوقيتها. ليش؟ لأنه كل ما كثر عدد المرضى اللي ما تابعناهم ممكن يكون هدول المرضى هن اللي انذارهم سيء أو بالعكس اللي انذارهم جيد، فبتأثر هذا الشيء على نتائج الدراسة وموثوقيتها. هل تم قياس نتائج التجربة أو الدراسة بشكل ملائم وسليم ومعشر؟ هل تحليل النتائج كان موثوق؟ ما بيترك أي مجال للانحياز. إذن هذا تقييم الموثوقية والمصداقية، هي عبارة عن بدء بشكل جيد، السير بشكل جيد، وأنهاء البحث بشكل جيد. هي مختصرة بحروف 3C. 3C الأولى البدء بشكل جيد هي الكنترول جروب، نتأكد أنه في مجموعتين، الشاهد والحالة، الكانسل كانسليد راندومايزيشن، هذا في عشوائية، الحالة الكومبيرابيليتي اوف جروبس ات بيس لاين، يعني امكانيه المقارنه، القيم القاعديه المجموعات مثل العمر والجنس الى اخره. السير بشكل جيد 3 سيز كمان. هل تم كشف الكو انترفينشن مينيمال؟ هل كان المداخلات المختلطه بين حاله الشاهد والمجموعه العاديه في اختلاط او تلوث اقل ما يمكن، كونتينيشن مينيمال او نيل؟ الكومبليانس ماكسيمال او ادكوينت، المطابعه اعظم ما يمكن او ملائمه بشكل كافي. هل تم انهاء البحث بشكل جيد؟ كمان 3 سي. المتابعه الكامله مثل ما قلنا يعني مقبول لحديت ال 20% يفقد المتابعه. الكوركت اوت كم ميجرمنت، مقياس النتائج المناسب، وتحليل الموثوقيه الكريديبل اناليسيس. نحكي شوي على الانحياز لانه حكينا كثير على الانحياز واللي كشفناه من خلال طرائق الدراسه. الانحياز هو عبارة عن خطأ منهجي، خطأ جهازي يحدث بسبب تغيير في مقاييس الارتباط. طبعاً الانحياز في اختيار الحشد للدراسة ممكن يحدث في الاختيار وممكن يحدث في المعلومات المستحصلة من أشخاص هذا الحشد. لذلك لازم نحدد في أي دراسة إذا كان في انحياز ونحدد مدى هذا الانحياز. ممكن يكون انحياز بسيط، ممكن انحياز كبير، لأنه نشوف تأثيره على زيادة الانحياز إلى زيادة مقاييس الارتباط أو نقص هذه المقاييس أو انعدام الارتباط. أهم أنواع الانحياز: في انحياز الانتقاء أو التطوع، انحياز الحصول على المعلومات، انحياز الكشف المبكر، انحياز المدة، وانحياز زيادة التشخيص. تعالوا نشوف إيش هدول الانحيازات. الانحياز الانتقاء أو انحياز التطوع، الفولنتير بايز أو سيلكشن بايز، عبارة عن أخذ عينات غير عشوائية أو تخصيص لعلاج أشخاص معينين. يعني بيجي الطبيب بيقول مثلا هذول المرضى بدي اعطيهم هذا الدواء، هذا انحياز الانتقاء. او احيانا انحياز بيكون انحياز تطوع، الناس اللي بيتطوعوا غالبا بيكونوا يعني او بيتطوع ياخذ دواء، فغالبا بيكون غير ممثل للجمهره اللي بينتسبوا الى المرضى. في عده انواع من الانحياز: انحياز بيركسون، انحياز استنزاف، وانحياز التطوع في الاختبار التشخيصي. بيركسون هو لما بناخذ نحن هذا الانحياز لما بناخذ المرضى كلياتهم من المشافي، الحالات والشاهد. إيه هذا غير صحيح، ويعني المرضى المشافي بيكونوا اقل صحه، مرضانين هم بالاصل تعبانين وعندهم تعرض مختلف عن عامه الناس. انحياز الاستنزاف لما بيكونوا المشاركين المفقود التواصل معهم انذارهم مختلف عن اولئك اللي اكملوا الدراسه. مثلا عاده كبار بالعمر مثلا تعبانين عندهم امراض كثيره، هذول يعني انذارهم مختلف، فلما نحن بنفقد متابعه معهم فبنأثر على نتيجه الدراسه. هذا بسموه انحياز استنزاف، استنزاف المرضى المفقود مفقود التواصل معهم. انحياز تطوع بالاختبار التشخيصي، هي مشكله بتجري معنا لما يكون في عندنا اختبارات مسحيه بنجري على الناس المتطوعه المشاركه في البحث. غالبا بيكون يعني الاشخاص اللي بيتطوعوا لهيك شغله بيكونوا نسبه خطرهم مختلفه عن الناس العاديه. يعني مثلا لقاح الكورونا، في لما اول ما عملوا تجارب عليه عملوا على الحيوانات، بعدين عملوا على 20,000 من الناس. هلا اللي هذول تطوعوا غالبا يعني بيكونوا مثلا بيكونوا حالتهم العامه جيده وما عندهم امراض وهيك، فبقول لك انا ايش بده يصير معي الدواء. ما بيجوا بيتطوعوا مثلا الناس المرضانين، الناس التعبانين بيخافوا على حالهم، فهذا بسموه انحياز تطوع. كثير يعني نحسن نتجنب هذا الانحياز الانتقاء او انحياز تطوع.
من خلال تجارب السريرية المعشات التعمية والتعشيب. انحياز ثاني هو انحياز حصول على المعلومات information bias، بتجلب عدة صور منه انحياز التذكر أو المقابلة أو التصنيف الخاطئ. انحياز التذكر هو انحياز الحصول على المعلومات تعتمد على الذاكرة، مثلا نقول له المريض رجع لنا هيك 10 سنين لورا، ايش اخذت الدواء، ايش دخنت، ايش تعرضت لاشياء معينه، تذكرنا كل شيء. هاي بالدراسات الراجعه ريتروسبكتيف ترايلز او بسموها الكيس كنترول ترايلز، بنشوف المرضى بيتذكروا انه ايش تعرضوا، لانه بيعرفوا مثلا في واحد انصاب بسرطان الرئه او كان مدخن مثلا، فبيعرفوا هذا الامر. واما المرضى اللي ما معهم هذا المرض ف يعني ما بتذكروا، يعني بينسوا، ما بيربطوا الأحداث ببعضها. لذلك دائما التغلب عن انحياز التذكر يفضل تخفيض مدة التذكر اللي بيرجع فيها المريض للمتابعة. مثلا ممكن واحد يتذكر أحداث من 4 5 سنين، بس قلت له 10 سنين فما فوق والأحداث كثير يعني صعب تذكرها. انحياز المقابلة، هون بيحدث الانحياز لما طريقة طرح السؤال. أحيانا طرح السؤال بيكون سؤال موجه، فبينحاز الباحث في مقابلته فبيكون جواب موجه ايضا. انحياز تصنيف خاطئ، لما بيكون في خطا بتشخيص المرض فبده يصير في خطا بالدراسه. مثلا نحن عم ندرس مرضى السكر ونحن اصلا بنشخص مرضى السكر على ال 120، لا هذا في انحياز بالتشخيص بالاصل. نوع ثاني من ثالث من الانحيازات هو الانحياز الاجرائي. بيتجلى هذا الانحياز الاجرائي بعده صور، منها انحياز قياس او انحياز الاجرائي البروسيجر بايس. الانحياز قياس الميجرمنت بايس اللي هو بيتم جمع المعلومات في دراسه بطريقه مشوهه. مثلا ممكن يتم قياس ضغط المرضى بمقياس الكتروني خاطئ، ولتجنب ذلك ممكن نستخدم مقاييس واستقصاءات معياريه عالميه. مثلا شو هو الاستقصاء الافضل لقياس الضغط؟ مثلا ليكون فرضا يعني انه مقياس الزئبقي. مثلا شو هو المعيار الذهبي لتشخيص مثلا السكر؟ هو السكر الصيامي. فلازم يكون معايير عالميه نحط فيها القياسات، ولا بصير عندنا انحياز. يعني انحياز اجرائي، مثلا المجموعات المختلفه ما بتعالج بنفس الطريقه. مثلا يتم قبول المرضى المعالجين بالدواء بالعنايه المشدده، بينما المرضى المعالجين بالغفل نبعتهم على المنزل. هون بصير مشكله يعني بالاجراء. طبعا التخفيف من هذا الانحياز من خلال التعمية وتقليل تأثير استخدام الدواء الوهمي على المشاركين والباحثين وتفسير النتائج مثل ما كأنه ولا واحد منهم بيعرف الموضوع. نوع ثالث أو رابع من الانحيازات هو انحياز الكشف المبكر lead time bias. طبعا هو عبارة عن وهم تحسن مدة البقاء على قيد الحياة عند الاشخاص المصابين بمرض لا علاج له، وجميع المرضى سوف يموتون. طبعا هي بصير احيانا كثير انه مرض هو مده حياه فيه 6 سنوات مثلا من تطوره. فالمريض اللي بيكشف مرضه بشكل متاخر فتكون نسبه البقيه عنده سنه مثلا، اذا كشفناه مثلا بعد 3 سنين فبيكون نسبه مده البقيه عنده 3 سنين، او اذا كشفناه مثلا بعد سنة فبتكون مدة البقية عنده 5 سنين. فهل نسبة البقية مختلفة بين المرضين؟ لا، مو نسبة بين المريضين، نفس نسبة البقية 6 سنين، بس واحد كشفناه بشكل مبكر وواحد كشفناه بشكل متأخر، وكلاهما ماتوا بعد تطور المرض 6 سنوات. فهي بسموه انحياز الكشف المبكر. النوع الخامس من الانحيازات هو انحياز المدة لينكس تايم بايس. بشكل عام في اختلاف في تطور الامراض في جسم الانسان من شخص لاخر، بعضهم بيتطور عنده المرض بسرعه والبعض الاخر بيتطور ببطء شديد. اختبارات الكشف المبكر غالبا بيكون الناس يكتشفوا عنده المرض هم اشخاص تطور عنده المرض بطيء. طبعا هو حقيقه الاشخاص بيعيشوا مده اطول من الاشخاص اللي يتطور عنده المرض بشكل سريع، هي معروفه يعني. فلتجنب انحياز المده لازم ننتبه انه المسح يجرى على الناس انذارهم افضل، واذا كان المسح بيتم على عدد اشخاص تطورهم بطيء للمرض او استجابتهم افضل معالجه، لازم تاكد اذا كان الكشف مبكر هو سبب تحسن الانذار، لازم هذا ينذكر ضمن متن الدراسه، ام ان بطء تطور المرض هو السبب. اخيرا انحياز العوامل المربكه او العوامل المحيره confounding factors.
كل دراسة في عوامل رئيسية بتأثر في النتيجة، وممكن تكون هناك عوامل ثانية ثانوية تربك النتيجة وقد تؤثر عليها سلبا. رح ناخذ مثال توضيحي، ما هو علاقة لبس الساعة الذهبية مع زيادة حصول احتشاءات العضلة القلبية؟ دراسة خلصت انه اللي بيلبسوا ساعة ذهبية هم اكثر عضلة احتشاء. الحقيقة من خلال الدراسة وجدوا انه اللي بيلبسوا ساعة ذهبية ان مرتفع الكوليسترول عندهم اكثر من غيرهم، انه بتناول الوجبات اكثر من غيرهم، بيكون غذائهم بكميات زائده ووفيره وغنيه بالدهون، فبالتالي هو مات المريض من ارتفاع الكوليسترول وليس مات من لبس الساعه الذهبيه. فلبس الساعه الذهبيه هو عامل مربك في الدراسه. لازم نتاكد انه من طريقه تحديد العوامل المربكه في الدراسه وانواع الوسائل اللي استخدمت لتحديد هذه العوامل. الوسائل اللي بتحدد ان العوامل المربكه بتصميم الدراسه، تاكد ان التوزيع عشوائي، تحديد نوعية محددة من المرضى، القيام بعملية الماتشينج، لازم يكون المجموعات المتداخلة في الدراسة الداخلة في الدراسة متشابهة بالعوامل مثل السن والجنس والعادات التشخيصية حتى ما يصير في عندنا عوامل مربكة. مثلا والله مجموعة الشاهد مدخنين أكثر مجموعة الحالة أو المجموعة اللي مطبق عليها الدواء، لازم يكون في ماتشينج جيد حيث كانوا مجموعات متساوية ومتشابهة بالعوامل القاعدية والرئيسية. شو بنحدد العوامل المربكة؟ من خلال وسائل الإحصائية، من خلال standardization و stratified analysis و multivariate analysis. طبعا standardization لازم تكون مقاييس نفسها لجميع المشاركين سواء كانوا معرضين للدواء أو غير معرضين. مثلا واحد من أصله ضغطه بمقياس إلكتروني والثاني مقياس زئبقي، ما بصير، لازم يكون المقاييس متوحدة. ال stratified analysis لازم يكون في مقارنة بالمجموعتين حسب الجنس أو العمر. والمالتي فايرنت اناليزز اللي بيكون بنلجا فيها للاحصاء او البرامج الاحصائيه اللي بيكون فيها تحليل لجميع جوانب المتغيرات المتعدده وما يكون التحليل الاحصائي من احادي الجانب. اذا كان تاكدنا انه استخدموا هي العوامل الوسائل الاحصائيه لتحديد العوامل المربكه فنتاكد انه دقه هي النتائج جيده. اذا خلصنا من المصداقيه والموثوقيه ننتقل لمناقشه اهميه ودلائل النتائج. طبعا نطلع على نتائج الدراسة ونشوف أهمية هاي النتائج اللي طلعنا من خلال تقييم مقاييس الارتباط والدلالة. راح نتعرف عليهم المحاضرة الثانية. مثلا نشوف قيمة بي فاليو ونشوف مجال الثقة. لازم نعرف كيف أثرت العوامل المربكة والانحياز على هاي النتائج. نتأكد هل هناك أي علاقة واضحة بين التعرض وبين النتائج. حال عدم وجود علاقة فقد يكون السبب هو عدم متابعة المرضى بشكل جيد، أو في خطأ في تشخيص المرض، أو خطأ في أسلوب اختيار المرضى. هذا بيؤدي لعدم القدرة على إيجاد علاقة واضحة بين التعرض والنتائج. بنناقش كمان ما شو هي محددات الدراسة، limitation اللي ضعفت الدراسة وحددت من هي الدراسة. شو كانت الاستنتاجات الرئيسية للمؤلفين؟ هل الاستنتاجات اللي خلصوا لها المؤلفين ناتجة عن النتائج اللي حطوها بالدراسة، ولا النتائج شيء والاستنتاجات شيء؟ والله النتائج اذا قرأتها انت طلعت عليها بتلاقي انه والله هذا الدواء فالصو وما بفيد شيء، بيجي هو بالاستنتاجات بكتب لك الدواء يشفي العليل، فانت هون بصير في تناقض بين النتائج والمؤلف. لذلك لازم نشوف نتائج الاستنتاجات المبرره في بعضها. فلازم يكون في عندنا جواب ايضا من خلال نتائج الدراسه، هل الدواء الجديد مطبق فعال او غير فعال؟ وهل هي الفعالية حقيقية أم حدثت بسبب الصدفة؟ الخطوة الأخيرة بالتقييم النقدي هو هل يمكن تطبيق نتائج هذا الدراسة على المرضى اللي عم شوفهم أنا ممارستي السريرية؟ من خلال مقارنة المرضى الداخلين بالدراسة مع المرضى اللي عم شوفهم، مثلا ممكن المرضى اللي عم شوفهم أنا بعيادتي الخاصة أني أصغر عمرا من المرضى اللي مشغولين في الدراسة، فممكن ما أحسن أطبق هي الدراسة على مرضاتي. الله يعطيكم العافية.